الكلام هي دلوقتي على الماسكولار تريانجل، فعندي حدودي ده الميدل لاين اهو، ده الاوموهايويد كده، وادي الاسترنوماستويد اهي، ده الميدل لاين في الوسط، و بوسترو سوبيرورلي كده ده الاوموهايويد، وبوسترو انفيرورلي هنا الاسترنوماستويد. الماسكولار ترانجل فيها مجموعة ماسلز، ايه مجموعة الماسلز؟ هنا دي ستيرنو هايويد اهي، دي ستيرنو هايويد والاومو هايويد. بعدين لما هنشيل الستيرنو هايويد هلاقي تحتها ستيرنو سايرويد وسايرو هايويد. مجموعة الماسلز دي كلها اللي مكونة الماسكولار ترانجل، لستيرنو هايويد والاومو هايويد وستيرنو سايرويد والسايرو هايويد، دول اسمهم بريتراكيال ماسلز، دول بياخدوا نيرف سبلاي من الانسا سيرفايكاليس، ما عدا الثايروهيويد اللي تحت دي، ودي بتاخد من سيرفايكال واحد عن طريق الهايبوجلوسال نيرف. ده الكلام اللي احنا هنعرفه عن الماسكولار تريانجل وهنشوفه دلوقتي.